Hello, grade 2. This is unit 4. This is unit 4. Time to play sports. Again, unit 4. Time to play sports. Let's start this part by learning numbers. Today we are going to learn about numbers. هنتعلم يا ولاد عن الأرقام. And note this. لاحظ. Number without S. يعني أنا لو ما حطيتش حرف الاس number it means one number it's a singular noun ده اسم مفرد خلينا نراجع على احنا قلناه قبل كده لكن لو أنا حطيت الاس هنا بقى plural noun which mean more than one maybe two three إلى آخر الأرقام number one number numbers more than one two three إلى آخر الأرقام okay let's learn new numbers number 20 20 or 20 20 يعني انا ممكن اقول 20 او 20 this, again this number 20 30 20 t w e n t y 20 number 30 t h i r t y number 40 40 F O R T Y F O R T Y 40 This number 50 50 F I F T Y 50 This number 60 60 S I X T Y S I X T Y 70 70 S E V E N T Y 70 This number 80 80 E I G H T Y E I G H T Y This number 90 90 N I N E T Y 90 Last number 100 100 1 O N E 100 H-U-N-D-R-E-D 100 خلي بالكم يا أولاد لو إحنا لاحظنا الأرقام من مثلا 20 30 40 50 60 70 80 90 بتنتهي بإيه؟ T-Y ليها نفس النهاية T-Y ما عدا 100 وطبعا لازم ده هيسهل عليا حفظ السبيلنج بتاع الارقام دي I will read them again and notice all these number ends with ty كلها ليها نفس النهايه ty again please repeat after me 20 20 30 30 لازم احفظ شكل الرقم والسبيلنج بتاع الحروف 30 30 40 40 50 50 60 احفظ الشكل واحفظ السبيلنج 70 70 80 80 90 90 100 خلي بالكم كل الارقام اللي انا قلتها اللي انا كتبتها تاني في الجنب ببتدي بالرقم مثلا 20 2 والزيرو بتبقى قدامها مثلا 3 الزيرو بتكون قدامها تمام اخلي بالي انا بكتب الرقم ازاي والسبيلنج بتاع كل رقم بيكون ازاي تمام let's turn to this part here we are going to learn about numbers also we will make like a practice هنعمل زي practice بس قبل ما نعمل practice خليني ابص على المسألة دي ونبتدي نشوف احنا عايزين نتعلم منها ايه النهاردة بيقول لي to عندي علامة يا ولاد كده زائد طب زائد دي مس هنطقها ازاي اللي هي اللي المس كاتباها لك فوق في السيركل دي اسمها ايه دي يا مس بلس بلس يبقى الزائد اللي قدامي دي المس خدتها فوق اهي بلس بي ال يو اس مش لازم تحفظ السبيلنج قوي لكن لازم بلس طيب انا لقيت عندي هنا 2 بلس 4 ايه يساوي دي يا مس المس خدتها لي بره هنا ايكوال 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 اي كيو يو اي ال اجين plus equal نرجع بقى تانية مثل المسألة بيقول لي ايه هنا 2 ها مين هيقول معايا what is this plus هي مس انت قايلها فوق 4 equals
واشوف 2 plus 4 equals ها برافو 6. طب ممكن نكتبها يا مس؟ نكتبها مره واحده 2. write the spelling T W O plus B L U S. جبتيها منين يا مس؟ اهي المس كاتباها فوق اهي. equals 2 plus 4 sorry F O U R equals E Q U A L S equals زي ما احنا شطار وجبناها 6 S I X. ناخد مثال كمان يا مس، ناخد مثال كمان. لو المس قالت مثلا 3 plus 5 equals 8. excellent. write the spelling 3 T H R E E plus B L U S 5 F I V E equals E Q U A L S equals 8 E I G H T. تمام، ده كان مثال بسيط للعمليات الحسابية in English. كمان مرة ركز في الكلمتين دول plus equal. Now the second questions fill in the missing parts. يعني ايه؟ عندي رقم we learn this number، احنا تعلمناه 40 F O. ها مين شاطر هيقول معايا؟ برافو. F O R T Y again 40 F O R T Y. The second number 20 T W E N T Y 20 70 S E V E N T Y. ايه الحرف الناقص؟ which is the missing letter or what is the missing letter؟ 70 S E V E N T Y. خلي بالك انا قلتها في الشرح وبعيدها تاني، خلي بالك الارقام اللي هي بتنتهي بزيرو مثلا 20 30 40 50 افتكر ان ليها نفس النهايه T Y. اوكي okay. Now we have finished this part. See you soon in another part of unit 4. Bye bye.